سيكو وستار بوي غلب شيبا. هذا علق. اوكي. ليش كي جي ما يطلع اسمه؟ بيست اوف فايف. ايه. المهم اللي تشوفونه على اليمين كي جي. اوكي ليتس جو. اه سناب. اوكي اول ستوك تروح حق كي جي. نايس الكتريك على اب سماش. كيلكس روح ولا ترجع عادي ما عندي مشكله انا. وتبغي الصدق انا مش كازويا هيتر، انا بالعكس اي لايك كازويا، انا وايد اداني كازويا، بس انا ما اقدر العب كازويا في سماش. اوكي نايس. يعني امتي هوبينج. اوه ما في بانش. اوه اوه ماي جاد ثاندر جاد فيست. اوه نزله حلوه صراحه. اوه اوه لا اوه اوكي دامج تريد بس مو بوايد حلو حق كي جي. بس اوه عاش ابي اوت اوف نو وير. اوه اس دي اي ميلي. بس نو تك. سلطان وصل. ها سيكو العب لنا دائما بسرعه. شو وين بتصير؟ ما بصير مقارنه يا اخي. في ناس مجتمعين حق تكن اكثر من اللي مجتمعين حق سماش. بس في سيستم واحد تكن للاسف. سالم هو مستوي الحين الزعيم هني في المكان. تايتن هو مستوي البوس. الله عليه تكن جود. تكن جود برايم اوميجا. لا شو جود اوف ستكشن ما اعرف شو هو. اظني شيء بلو رانكت تكن. يعني يلعبون تكن حاليا كلهم ناس متخلفين. يعني تدخل اون لاين. المشكلة هو بس بس وفت. يعني هو تعرف شو المشكلة تو استوى؟ كازويا كان في الهوا يوم انضرب بالنير. يوم انضرب سوفت نير كان في الهوا كان مسوي تو الدبل جمب. لو كان على الارض كان بتركب كومبو على داش اتاك ولا اب سماش ولا شيء شيء. شوف هذا الديب بريث. سلطان عدل النتيجة. ما اقدر اعدل. زين. 4-0 حق ستار بوي. كيزو يس يفكر يس. وشو خلاني العب هاللعبة؟ يا سلام سترولينج. هل سبب حق سترولينج؟ سترولينج دخل المباراة. زين نفس الشخصيات. اعتقد ستيج ما اعرف ايش ستيج. ما شفت انا ما ركزت. تكن رانك السيركس. هي يا اخي تكن رانك كلهم عرقين ويطلعون اول ما يحسون انهم بيخسرون او يخسرون او هذا على طول خلني اطلع ما اخسر بوينتس. زين عندنا برادو ويتو يلعبون اوف ستريم في اللوزرز. لا هم تراي هارد بطريقه سك. هم ما يعرفوا يلعبون يعني بس يسوون فلو تشارت يعرفون وخلاص. الكيديس عندك شويه يوم تتعلم تسوي كيف تتعامل مع الفلو تشارت خلاص ما يعرفون شو يسوون. فبما انه بس انه التكن اون لاين بس كله يعني 2 اوت اوف 3 خلاص. كيدي مسكين ضرب ضربتين وخسر ستوك نص. هو شوف من الاشياء الحلوه ستار بوي يسويها انه هيز كولينج اوت ذا جامبس.
وايد يسوي ابيز اوت اوف شيلد وهالاشياء انه تمسك الجامب حق كي جي، يعني مستعد انه يسوي بونش وبعد هالشيء. ايه واو اوكي نايس هيل سويب. هذا بس اوف 2 بس اوف 3 بس اوف 5 بس اوف 5 ايه اوكي الكتريك. غلط وبعدها انضرب. لا اوكي خليني ساكن. ماي جاد وايل ستاندينج 2 والله بلعب كازيا لو بفوز مو فايت. المهم سكرب سكرب ليك زين. هل كيجا بيغير شخصيه؟ ما عندي شخصيه ثانيه. اكيد لازم لازم تكون عنده شخصيه ثانيه. عنده فوكس اخضر. فوكس اخضر الله يرحمه. يوم فوكس ال منو كان ياخذ فوكس احمر؟ في فوكس احمر في اللعبه؟ انا وسيف بنسين نلعب اوف ستريم. اوكي نجنو يا ما اعرف اظني نجنو كاركتر فوكس احمر. المهم بداية حلوة حق كيجا. لازم يعني احس انه لازم يكون دوميننت ويسوي 3 بروجيت 3 او اللي هو يقولونه. المهم بعدها ما سووا له بان من تويتر. مات كيجا. احس انه المفروض مرات ما يسوي دياية على البلاتفورم، يعني مثلا لو 70 ولا 70% افتر هيت المفروض ما يسوي دياية على البلاتفورم، بس نفس الوقت اوكي مات. لحظة ستار بوي ما اعرف ضيع ولا كان انتشنال، كان يروم يعني حصل ترو الكتريك. انت مو بترو بالفوكس متاكد؟ مات. ستار بوي از هيتنج ذا كومبوز. اوكي هل الشيء هل تريد اللي ستي ما اعرف كيف. لا احس ان كاجي من الشخصيات المفروض الناس تسوي لها ليتش تراب اكثر، بس لا ما المفروض ما يموت. تل تشانس تل تشانس كاجي من الشخصيات احس ان ات هاي بيرسنت تلعب جراوند احسن. وان انتي اير لحظة يجي مسكين انتي غلط وايد مات متك. كازويا ميشيما وينز. اوكي